كان الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أنا أنت أعظم نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث حصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم الأربعاء بعد أن خاض مباراتين أمام طلائع الجيش وهليوبلس في بطولة الدوري يومي الاثنين والثلاثاء. وقام عاصم حماد المدير الفني للفريق بمنح اللاعبين راحة على أن يستأنفوا الفريق تدريباته غدا الخميس استعدادا للمباريات القادمة في الدوري. وكان الأهلي قد حقق الفوز على هليوبلس بنتيجة 29-24، ونتابع في التقرير التالي. مباراة كويسة أصلاً على قد المطلوب مننا، ثلاث نقاط بتاع المباراة. الفريق لعب الثلاث نقاط بتاع المباراة، فريق هليوبلس كله يعني لسه شباب أصلاً وكده، فبالتالي يعني اللي عايز أقوله لك إن الدور الثاني كله عبارة عن جمع نقط عشان تحديد من الأول للسادس، عشان كده بطولة الدوري هتبقى الدورة المجمعة إن شاء الله. الدوري المرتبط بالنسبة لنا أو الدوري اللي هو بيرتب فيه من الأول للسادس، بعد كده نخش دورتين مجمعتين هم اللي حددوا بطل الدوري إن شاء الله. لا المنافسة هتبقى قوية إن شاء الله، بس زي ما قلت لك المنافسة قوية الإيجابية هتبقى في الدورات المجمعة، هي اللي هتحدد كل حاجة وهي اللي بتحدد بطل الدوري. إنما إحنا بنجمع نقط وبقية الفرق بتحاول تجمع نقط عشان تبقى من الأول للسادس، على أساس إن هي لما تخش الدورات المجمعة في يعني نقطة فرق ما بين كل مركزين ومركزين، يعني الاول والثاني مثلا اربع نقط، الثالث والرابع ثلاثه، الخامس والسادس اثنين، وبالتالي منافسه الانديه في الكلام ده بالمرتبط بفرقتين المرتبط. بعد كده اساس الدوري بقى وقوته كلها في الدورات المجمعه ان شاء الله. الاهلي اصلا بالنسبه له بقيه الموسم طويل شويه، يعني هخلص الدور الثاني على 18-3، هنخش بعديها الدوره المجمعه 23-3، الدوره المجمعه الاولانيه يا دوبك يعني بعد ست ايام، على ما اظن في ماتش كاس في التمهيدي هيتلعب في خلال المده دي كمان، وبين نخلص الدوره المجمعه تقريبا خمس ايام قبل مباراه السوبر، نلعب السوبر نخش افريقيا ابطال كؤوس، بعد افريقيا ابطال كؤوس بخمس ايام الدوره المجمعه الثانيه بتاع الدوري، بعديها بخمس ايام ان شاء الله مش هنروح سيمي فاينل وفاينل الكاس، لغايه 12/5 احنا مستمرين عرض مستمر يعني. اول حاجه فرقه هليوبلس فرقه محترمه، فريق عنصر شباب فيه كتير لسه ما عندهمش خبرات، الحمد لله اللي احنا قدرنا نسيطر على المباراه من اولها، قدرنا نتحكم في الريتم، ده اللي ادانا اللي احنا نبقى مستحوذين على المباراه من اولها، والحمد لله هو ده اللي خلى النتيجه تبقى في صالحنا الحمد لله، وقدرنا ان احنا نسيطر على المباراه من اولها يعني. المنافسه السنه دي منافسه قويه جدا، مفيش فرق في النقط ما بين الفرق، ما اعتقدش ان الدوري كده كده اللي هو رايح جاي كده كده ملوش اي اهميه، كده كده بياخد اول ست فرق، هي بتفرق معانا بس في النقط في المجمعات، فاحنا بنلعب على النقطه دي ان احنا نقدر بقدر الامكان احنا نطلع بالنقط بتاعتنا في المجمعات عشان نبقى اول، نبقى مستريحين في المجمعات هناك، بس برضو كده في الاول في الاخر هي المجمعات هي اللي هتفصل في الاخر، يعني الدوري رايح جاي ولا ليه اي اهميه بالنسبه لنا، او احنا ما بنفكرش فيه اكتر ما بنفكر ان احنا للمجمعه وبعد كده في السوبر وفي افريقيا ان شاء الله عندنا هنا في النادي.
أكد صابر حسين مدرب فريق الشباب كرة اليد بالأهلي أن الفريق يعاني من حالة إجهاد شديدة بسبب خوض عدد من المباريات القوية خلال فترة زمنية قصيرة، موضحا أن الإجهاد كان أحد أسباب الخسارة أمام هليوبلس أمس الثلاثاء في دوري المرتبط. وأشار صابر حسين إلى أن الأهلي خاض مواجهات قوية أمام فرق كبيرة، وأن ضغط مباريات البطولة يؤدي إلى إجهاد كبير للاعبين، وشدد على أن الفريق قادر على العودة إلى عروضه القوية سريعا، وأن الجهاز الفني أغلق صفحة الخسارة الأخيرة أمام هليوبلس وبدأ التركيز في المباريات المقبلة. نجحت فرق السباحة بالنادي الأهلي تحت قيادة وائل عزت في الفوز بالدرع العام لبطولة منطقة القاهرة بعدما حصدت 15 كأسا من أصل 18، حيث حقق الأهلي في مرحلة 11 و 12 سنة مركز أول أولاد وبنات، وفي مرحلة 13 سنة مركز ثاني أولاد ومركز ثالث بنات، وفي مرحلة 14 سنة مركز أول أولاد ومركز ثالث بنات، وفي مرحلة 15 سنة مركز أول أولاد ومركز ثاني بنات، وفي مرحلة 16 سنة مركز أول أولاد وبنات، وفي مرحلة 17 سنة مركز أول أولاد وبنات، وفي مرحلة العمومي مركز أول رجال وسيدات. تواصل حبيبة حسام لاعبة النادي الأهلي للسكواش التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي لقطاع السكواش بالنادي للشفاء من الإصابة والعودة للتدريبات. وكانت حبيبة قد تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة وخضعت للجراحة في شهر نوفمبر الماضي. ويذكر أن حبيبة حصلت مؤخرا على المركز الرابع في بطولة إنجلترا للسكواش تحت سن 19 سنة.